عائلة قرآنية أهلها مستواها الراقي في الحفظ والتلاوة إلى تأهل اثنين منها إلى جائزة العميد، حيث سيتنافس زكريا ضمن هذه المسابقة مع أخيه. نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. زكريا الزيرك من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بتلاوتك هذه قديت قلبنا من قبل يا زكريا من المغرب، ولكن الحكم عند لجنة التحكيم. تفضلوا سيد حسنين. والله بديت وياي صعبتها علي، يعني لأنه هي تلاوة بعد تلاوة قاعد تصعب، يعني جائزة العميد والتأهل إلى مرحلة النصف النهائي يعني جاي صعبوها علينا. طبعا زكريا ذكي جدا لأنه يعرف إمكانيته الصوتية، إمكانيات كثيرة، ولكن بعض إمكانياته الصوتية قد تكون محدودة. هو ذكي بمعرفته لصوته هذا أولا، لأنه العنصر الأساس في الأداء. أنت لا تستطيع أن تؤدي الأحكام إن لم تصدر الصوت، ولا تستطيع أن تؤدي وهكذا بقية التفاصيل. فبالتالي هو عنده معرفة عن صوته مهمة جدا، هي اللي خلت يؤدي جمل نغمية ولا أروع، انتقالات رائعة وصعبة. يعني هو يسوي الأصعب، ممكن أنه يقفل أي قفلة، هو يسوي القفلة الأصعب. أكو ملاحظات، ولكن هنا في جائزة العميد اعتمدنا هذه الفكرة، أنه حينما تمنح الدرجات للمشترك هي نتيجة تعب سنوات، فالتعب السنوات هو تعب الدورات، فلا نحتاج إلى كثيرا أن نعلق على الملاحظات السلبية، لأنه هو تعلمها، ولكن بعض الإخفاقات التي تحدث هو يعلم بها. لذلك نؤكد على التحدث عن الأمور التي حدثت وأعطيت له درجة مثلا عالية. فبالتالي أفضل ما ميز الأخ زكريا هذه الجمل النغمية والانتقالات الرائعة. الشيخ عمر، تقييمكم. زكريا أنت معروف وجه قارئ وكذلك منشد، فمن عائلة قرآنية، عائلة ربتك على حب القرآن الكريم وحب الكلمة الطيبة من خلال الإنشاد، كنت رائعا وحقيقة عيشتنا معاني القرآن الكريم وعيشتنا معاني كلمات القرآن الكريم، وكل كلمة كنت تعبر عنها من خلال عطائك لكل حرف حقه، وكل حرف ماذا يحمل من معنى في وسط الكلمة القرآنية، فكنت رائعا ما شاء الله. وقرأت برواية ورش من طريق الأزرق بتوسط البدل، فقط كلمة يتلى لم تقللها، ربما مرت عليك فقط، إذا نسيتها إن شاء الله تتجنبها في القادم. فاستمعنا لتلاوتك ولو تنشد لنا نشيدا، لأنك كنت الفائز الأول في مسابقة الشارقة للإنشاد، فلذلك أنت منشد رائع، فنود أن نستمع قليلا لصوتك وأنت تنشد. يا ليت. تفضل. أحيي جمعكم وأقول أهلا، لقد حل الكرام مع الكرام. الله الله. نزلتم ساحة المختار طه، وصليتم على خير الأنام. نزلتم ساحة المختار طه، وصليتم على خير الأنام. الله الله الله. أحسنت. الله يا زكريا، الله عليك. وشد الله عضدك بأخيك في هذه المسابقة، يعني فأنتم الاثنان في هذه المسابقة وفقكم الله إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. يدخل النزال ويعلنها زكريا بأني ها هنا أمثل المغرب في جائزة العميد. الدكتور باسم العابدي، رأيكم؟ بارك الله بك يا ابن المغرب، حفظك الله.
أنت قلت أنا أقرأ في الوقف والابتداء على الهبطي، والشيخ محمد بن أبي جمعة الهبطي أوجد تحولاً في الساحة الإقرائية في المغرب. كانت الختمة الجماعية في المغرب العربي غير منظمة، ولكن جاء الشيخ الهبطي فنظم طريقة التلاوة بحيث أبعد التعارض بين القراء في هذه الختمة الجماعية. ولكنك لم تلتزم بشيخك في وقوفاتك وابتداءاتك، فوقفت في محال وفي مواقع غير متسقة وغير صحيحة، ولكنها لا تخل بحسن تلاوتك وحسن سمتك. ومرحبا بك من المغرب العربي إلى المشرق، الله يبارك بيك. شكرا لك. السيد كريم موسوي، رأيكم؟ زكريا حبيبي، أنت ملكت قلوبنا، يعني أنت تملك طاقة نغمية ممزوجة بالإحساس والعواطف، يعني هذه أولا، ومسيطر على أداء المقام بأحسن شكل، يعني تختار أحسن شكل لأداء المقام أي كان بأي طبقة، يعني أنت الجواب أو بقية الطبقات، وعرب حلوة، والملفت استقرارك وطمأنيتك بطيلة أي ارتكاز، يعني أنت ما عندك أي يعني ارتباك بطيلة التلاوة، فالله يوفقك إن شاء الله، وإن شاء الله توصلوا يعني للفاينال يا رب إن شاء الله. أستاذ عماد راني، لا أزيد على الأساتذة، تفضل. الله جميل. لا أنا أحتاج تعليق من أستاذ عماد. نعم صراحة، لأنه لا منشد. لا لا لا، أنا لا أزيد لأنه ما عاد في وقت، بس أنت كنت رائع وأكثر من رائع، يعني شهادتي فيك مجروحة، أنا بعرفك، بعرف الشباب اللي كانوا يدربوك. زكريا الزيرك من المغرب، شكرا جزيلا لكم، شكرا.